هل من الممكن يا خالد ان هو اللاعبين يتاثروا سلبيا بمثل هذا الكلام؟ لو ما كانش هناك اتفاق مثلا، او ان هو ايه يا جماعه انا بس بقول حاجه عشان تبقى ظهركم محمي مثلا شويه، ما اعرفش. هو بعيدا عن اي اتفاق، انما الفكره فكره ان كيروش، حتى انا وجهه نظري فيه من ساعه ما جه، اول ما جه وبدا يتكلم، لا ده مش عارف جاي فين، ده مش عارف جاي يضرب مين، ده او ما حدش قال له، او من طريقه اداره التفاوض من الناس اللي كانت قاعده معاه عرف او فكر ان احنا اتحاد صغير او دوله في الكوره او منتخب في الكوره صغير، حتى لو التاريخ ما بيقولش ده، يعني لو كان دخل على جوجل وكتب ايجيبت بس، في يعني ايجيبت تيم كان هيعرف، يعني انه لا يجهل الاهتمام والشغف بتاع الناس يا استاذ محمد، لا، لانه كل تصريحاته بتدل على ان احنا منتخب حلمه انه يوصل كاس عالم، اكبر امانيه انه يوصل كاس عالم، كل تصريحاته على التويتر دايما بيتكلم على كاس العالم. بس معلش، هو سؤال، هو في منتخب في العالم مش حلمه ان هو يوصل كاس العالم بس، حلمه بس من اول ان هو من اول ما هو افضل منتخب في التاريخ، هو بيتكلم على ان هو ده الهدف. هو ما بيتكلمش على ان منتخب مصر لما بيدخل دوره وديه احنا مطالبين ان احنا نلعب على الدوره الوديه، وده يبرره ان هو اصر عليه في عقده، وعقده فعلا مكتوب فيه كده، مكتوب فيه كده، واعلن عن ده من شهر فات. زمايلنا الصحفيين اتكلموا في الموضوع ده وكشفوا الموضوع ده وقالوا ان، وعلى فكره الكارثه الاكبر ان ده ما كانش معلن للناس، يعني ده كان مستخبي على الناس. ده ما ينفعش يتم اعلانه يا كابتن خالد، اللي هو ايه؟ اللي هو يعني يعلن شرط انك انت جاي عشان تروح كاس العالم بس. طب ما هو ده كاس الامم الافريقيه اللي الاهلي اهم عنده، هو اعلن النهارده. ايوه ما بقول اعلن، دي جريمه يا جماعه. ما هو ده اللي بتكلم فيه، دي جريمه لابد ان يحاسب عليها اتحاد الكوره. ما هو ده اللي عمل يا استاذ محمد، ما هو ده اللي بتكلم فيه. المفروض المهندس احمد مجاهد يطلع يرد. نسمع بعض بس يا جماعه بعد اذنكم، نسمع بعض. ده اللي بتكلم فيه، هو المهندس احمد مجاهد هيرد على ايه؟ هيرد على حاجه حقيقيه حاصله في العقد موجوده، دي وجهه نظري يعني موجوده. لما اكون رئيس منظومه، يعني ما بتشوف مثلا بيحصل اي حاجه في النادي الاهلي، الناس بتتكلم على المجلس، يا جماعه في كذا، دايما الكلام بيروح للمجلس. لما الاقي رئيس الاتحاد قاعد النهارده بيسمع الكلام ده وما يردش، او ما يطلعش حتى ينفي الكلام ده ويقول ان لا مش ده الاتفاق، يبقى حقيقي. الراجل بيلبسك في الحيط. طب ما ده حقيقي يا جماعه، الراجل طالع بيقول لك كذا. على فكره انا وانا بتكلم ما كملتش وجهه نظري في الموضوع. انت قلت كروش. انت بتقول كروش والراجل ده ما سالش عن مصر. لا، هو كروش كان صادق جدا في كلامه، دي وجهه نظري. ولو شفت كلامه النهارده واسلوبه، هو الراجل بيتكلم بمنتهى المصداقيه ومنتهى الصراحه. انا يا جماعه جاي العب على كاس عالم، مش جاي العب على امم افريقيا. ما انا في كلامي وده الديل اللي تم بيني وبين مسؤولي. انا قصدي مش مشكله الراجل، هنا دور اللجنه المسؤوله. هو ده اللي اتعاقدت مع الراجل، ده اللي قلت ان الراجل شايف ان الناس اللي قاعده معاه مش مقدره حجم المسؤوليه اللي هم ماسكينها، شايف الناس اللي اتعاقدت معاه مش مقدره حجم المسؤوليه اللي هم عاملينها، شايف الناس اللي قاعده معاه. وانت بتتكلمني في الحساب، طب ما تيجي مين حاسب المهندس احمد مجاهد وهو لما بيقول لنا ليس كل ما يعرف يقال حتى الان، لحد دلوقتي مش عارفين ليس كل يعني ما يعرف يقال ازاي. انا كنت مستني انتوا تخلصوا الكلام عشان نبدا يعني الموضوع. هو مين بيحاسب احمد مجاهد؟ انه الله ينور عليك، مين بيحاسب احمد مجاهد؟ هو لا